مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا لسه مكملين التغير اللي حصل في السنوات الاخيره بالنسبه لقطاع السياحه، وخاصه انه في مدن جديده اتعملت النهارده هنتكلم عنها زي الجلاله وزي العالمين. مدن جديده هتبقى مدن سياحيه في المقام الاول غير العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده مش بس هتبقى سياحه، ده عدد كبير من الامور، وخاصه انها هيبقى فيها كل المكاتب الاداريه واللي تخص العاصمه، وهتبقى عاصمه جديده. لكن خلينا نتكلم على العالمين النهارده، هنتكلم كمان على الجلاله وايه اللي حصل فيها، ازاي المناطق دي المدن دي هتبقى مدن ذكيه، هتبقى مدن خضراء، هتبقى مدن صديقه للبيئه. دي كلها امور هنتكلم عليها النهارده. كمان هنتكلم على شمال سيناء، لان شمال سيناء حصل فيها تطور سريع جدا. زي ما انتم عارفين في وقت كانت المنطقه دي منطقه خطر، وكان فيها للاسف شديد الارهاب بيستخبى في بعض مناطقها، لكن تم القضاء تماما على الارهاب في المناطق دي، ورجعت تاني زي ما كانت زمان منطقة سياحية، والدولة مهتمية بيها جدا، مهتمية بأنها تعمل لها كورنيش رائع زي زمان، مهتمية أنه يبقى فيها عدد كبير من الأوتيلات بكل الفئات. يمكن زمان كانت فئات يعني أوتيلات 3 نجوم وأربع نجوم فقط، دلوقتي لا، هيبقى فيها 5 نجوم وحاجات ديلوكس زي ما بيقولوا، هيبقى فيها أماكن رائعة جدا، لأنه شمال سيناء منطقة مليانة بالخير ومليانة بالأماكن السياحية والمقومات السياحية المختلفة. تعالوا النهاردة زي ما قلنا هنتكلم على شمال سيناء، وهنتكلم على الجلالة والعالمين على أنهم كمان من المدن السياحية الجديدة بعد الفاصل. شمال سيناء بتتمتع بمقومات
جو مقومات سياحية كبيرة جدا جدا. جوها أولا جميل لأنها بتقع على البحر المتوسط، وعايزة أقول لكم الفرق بينها وبين المدن اللي بتقع على البحر الأحمر، يعني أنتوا عارفين بالامتداد كده المدن اللي بتقع على البحر الأحمر هي حر شديدة الحرارة، وعشان كده ناس كتير قوي بتحب تروح هناك بالشتاء. لكن العريش عشان بتقع على البحر المتوسط فالجو بتاعها معتدل طول السنة، الشمس طالعة طول السنة. خلينا نبتدي كده بالسياحة الشاطئية. المحافظة فيها عدد كبير من الشواطئ، الشواطئ بتقع على 220 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، وبتتميز شواطئها بالهدوء، الرمال الناعمة والمناظر الطبيعية الخلابة. أهم الشواطئ دي شواطئ اسمها شاطئ النخيل، شاطئ المساعيد، شاطئ الريسة، الميدان، رفح، الشيخ زويد، بلوزة، رمانة والرواق. دي كلها شواطئ مشهورة جدا موجودة في شمال سيناء. مش بس بقى موجود شواطئ، كمان موجود معالم أثرية. من أبرز المناطق الأثرية اللي موجودة متحف التراث السيناوي، ده متحف رائع لازم نشوف فيه عدد كبير من فيما يخص عاداتهم وتقاليدهم والتراث بتاعهم والمنتجات بتاعتهم السيناوية المختلفة. في كمان منطقة آثار الفارما، في منطقة الفارما الأثرية، واحدة من أهم المدن التاريخية اللي شهدت ازدهار كبير في العصر اليوناني والروماني. فيها متحف العريش القومي للآثار، متحف رائع. فيها قلعة نخل، فيها قلعة الغوري، قلعة السلطان سليمان كمان القانوني، دي من ضمن القلاع اللي كانت موجودة. فيها مجموعة من الطرق التاريخية زي طريق حورس الحربي اللي أقام عليه ملوك مصر العظماء قلاع وحصون لمد الجيوش بالمؤن والعتاد، في طريق العائلة المقدسة وده يمكن اتكلمنا عليه أكتر من مرة، طريق الفتح الإسلامي، بالإضافة كمان إن في عدد من التلال الأثرية زي تل الخروبة، تل الحبوة، تل قصروي، تل الحير، تل الفارما وغيره. تعالوا نشوف شوية كده من الآثار الموجودة والأماكن الحلوة الموجودة الشاطئية الموجودة في العريش ونرجع أو في شمال سيناء بمعنى أصح، ونرجع تاني نكمل كلام.
فعاليات سباق من اهم السباقات اللي بتقام في شمال سيناء، سباق الهيجن الدولي بمنطقه مسار او مضمار سباق الهيجن بالعريش الكيلو 17. سباق الهيجن على مضمار العريش اتعمل بعد سنوات من الغياب، في منافسات كتير جدا ساخنه بين الهجانه للظفر باول او علشان الواحد يكسب المركز الاول، ويشجعوا الجمهور على ان هم يدخلوا السباقات دي. وانتم عارفين انه بيشاركنا عدد كبير من الدول العربيه في سباق الهيجن، ففعلا العريش بتستقبل عدد كبير من الدول العربيه اللي بتنافس في المجال ده وفي سباق الهيجن تحديدا. الحقيقه ان الفعاليات دي عملت رواج اقتصادي كبير جدا لمحافظه شمال سيناء، وعدد كبير من التجار سواء تجار الجمال اللي بيجوا يستعرضوا بضاعتهم او الجمال بتاعتهم في السباق دي. والحقيقه انه في اقبال كبير جدا من الجمهور، حتى اللي مش بيعرف يركب جمال بيجي يحضر حاجه زي كده، واحنا كمان كاعلام بنصور وبنحب نصور قوي سباق الهيجن. في منتجات تراثيه بتشتهر بيها المحافظه، محافظه شمال سيناء، زي الزيوت والاعشاب الطبيه والمشغولات اليدويه. حال سيناء كلها مشغولات، البدو عاملين فيها شغل كويس جدا. تعالوا نشوف جزء كده من سباق الهيجن اللي مشهور بيها شمال سيناء. تعرف ان كل سنه بيتعمل عندنا في مصر سباق للجمال، بس السنه دي هيبقى مختلف عشان هيبقى معظم الناس اول ما بتسمع اسم العريش بتفتكرها صحراء وجمال بس الحقيقه ان العريش اجمل مما تتخيل. بلد جميله وهاديه واهلها وناسها طيبين، والفتره دي بدات ترجع تاني بصوره قويه بعد ما كانت بعيده عن الخريطه السياحيه على مدار السنين. وعشان كده عملوا مهرجان الهيجن الدولي اللي كان بقاله اكتر من 10 سنين ما اتعملش هناك. واللي ما يعرفش الرياضه دي فهي من العصور القديمه وكانت من الرياضات الشعبيه وبتتعمل في كذا دوله، وشاركت مصر في بطولات عالميه كتير. السباق ده بيشارك فيه حوالي 800 جمل، والمسافات بتختلف حسب نوع وسن الجمل. وطبعا الجمال دي في السباقات محدش بيركبها، وبيتركب عليها جهاز بيبقى بريموت كنترول بيضرب على ظهر الجمل عشان يزود من سرعته. وفي النهاية الجمل اللي بيكسب في ناس بتتقدم عشان تشتريه، والسعر ممكن يوصل لسبعة مليون جنيه. فخور جدا اني كنت جزء من الحدث ده، وحبيت اقول لكم ان سينا بقت امان وان السياحة هترجع فيها احسن من الاول، وعشان كده بنقول لكم للعالمين. العالمين طبعا منطقة رائعة الجمال. اولا هي حاجة زي ما بيقال كده انها مخلقة، يعني اتعملت من الصفر زي ما متعودين البلاد الكتير اللي صنعت سياحة. احنا كمان من خلال العالمين بنصنع سياحة. يمكن احنا متعودين ان عندنا سياحة شاطئية وعندنا اثار او سياحة ثقافية، لكن لما تعمل مدينة كلها قائمة على فكرة سياحة، ومش بس سياحة انه ممكن تعيش فيها طول السنة، هو ده الفكر الجديد، انك انت تعمل مدينة تعمل فيها
فيها ايفنتس وتعمل فيها احداث كتير عشان الناس تيجي، دي حاجه طبعا عظيمه. فيها نسبه كبيره جدا من الدول العربيه، انت طول ما انت ماشي سامع اخواتنا العرب بيتكلموا، بالذات منطقه الخليج حابين جدا البحر المتوسط وحابين جماله، وبالذات منطقه العلمين البحر بتاعها رائع جدا، الناس بتعرف تنزل وبتعرف تقضي وقت لطيف، وفي نفس الوقت الجو رائع. يعني حتى دايما نقول انه منطقه البحر المتوسط الجو فيها غير البحر الاحمر، الجو فيها بيبقى اهدى كتير وطول السنه حلو، يمكن في الشتاء بيبقى صعب شويه، لكن مدينه العلمين بقت مؤهله تستقبل سياحه او تستقبل ناس على مدار السنه. ويمكن من ضمن الاحداث اللي حصلت كانت عظيمه جدا جدا اتكلمنا عليها الحقيقه كتير، مهرجان العلمين اللي هيتعمل المفروض كل سنه، اللي بيبقى فيه عدد كبير من الفنانين والرياضيين والمشاهير على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي، سواء بيتعمل مهرجانات سينمائيه وعروض سينما او بيتعمل سباقات رياضيه ومسابقات مختلفه ليها علاقه بالبحر او ليها علاقه بالرمل، ماتشات كوره. كمان شفنا انه عدد كبير من القعدات اللي اتعملت على مدار او على طول طريق العالمين او على طول مدينه العالمين، بحيث الناس تقضي وقت جميل هناك، وفي عدد كبير منها بطاقه شمسيه. الشارع نفسه طريق ذكي، المدن المبنيه هناك او الكومباوندز الموجوده هناك كلها ذكيه، عدد كبير من المنشات الحكوميه كلها ذكيه كمان. يعني الحقيقه بتستمتع جدا بالعالمين وبجمالها، التطور السريع اللي حاصل فيها، الايفنتس اللي بتتخلق كل شويه من عروض ازياء وافكار ورياضه وغيره، بيخليها ثلاث شهور السنه في الصيف مكدسه بالناس، وما تلاقيش مكان، ما تلاقيش اي اوتيل تحجز فيه. وكمان فتره الصيف هيبقى فيها جامعه، انتوا عارفين فيها اكتر من جامعه، وهيبقى فيها دراسه وهيبقى فيها شباب وطلاب كتير جدا موجودين على مدار السنه. تعالوا نشوف العالمين وايه التغير اللي حصل فيها وايه الايفنتس كمان اللي موجوده فيها. ربنا فوزي فود اند بابريج احد فنادق الساحل الشمالي. الساحل الشمالي دلوقتي تعتبر من الاوجه السياحيه المميزه اللي بتتميز بيها مصر،
وان شاء الله في تقدم واهتمام من الدوله كويس جدا، لان البنيه الاساسيه بتشجع على المكان ده. طبعا الساحل الشمالي دلوقتي عمليه الجذب او الاهتمام الدوله بالفعاليات اللي موجوده، اذا كانت فعاليات موجوده موسيقيه او ترفيهيه، احنا كفنادق بنتميز ان احنا برضو بنقدم نفس الخدمة دي، لانها كلها خدمة ترفيهية. بنقدم جميع المأكولات اللي موجودة اللي بتتميز بيها مصر عامة، الاكل المصري بتاعنا، وطبعا بيخش فيها الاكلات الغربية اللي بتتناسب مع الناس اللي موجودين، اللي الزوار او الجست الكاستمر اللي بيجي اللي عندنا، منكم بعض منهم العرب اللي موجودين ببعض الاكلات بتاعتهم، وبيحبوا برضو الاكل بتاعنا المصري. الجو هنا طبعا جميل جدا في شهر اغسطس، من اول شهر اغسطس بتبقى الجو في منطقه الخليج طبعا بيبقى حر جدا، عشان كده المنطقه عمليه الجذب بتاعتها كويسه جدا. الخدمات اللي بتقوم هنا خدمات ترفيهيه، في فعاليات موسيقيه بنقدمها، في اكلات، في مطاعم في انترناشونال موجوده في الساحل الشمالي عامه، في مطاعم ومطاعم اللي هي الاسماء العالميه اللي موجوده، براندات عالميه. وطبعا احنا دلوقتي في طفره في عمليه الاستثمار الموجود، لان في بعض البراندات العالميه بدات تنقل نشاطاتها هنا. نوعية الجست اللي موجودة هنا بتتميز بان هو جست يعتبر من الطبقة الراقية جدا، لان الناس كلها بتتكلم على الساحل الشمالي ان هو منطقة ترفيهية بس، لا، في بيحصل عملية استجمام، البحر كويس جدا، النشاطات البحرية او الفعاليات اللي موجودة بيقوموا بيها على البحر اللي بالنسبة للغوص او الاماكن اللي هي السنوركلينج موجودة، في ناس بتطلع رحلات بحرية موجودة. المكان جميل جدا طبعا للاستجمام، في كل الخدمات اللي الدولة موفرة فيه، كل الخدمات اللي موجودة فيها بالنسبة للمستشفيات لو في حصل الطوارئ على مستوى عالي جدا. الفنادق بدأت تخش فنادق عالمية، احنا الحمد لله كان عندنا مثلا الناس كانت بتقول الابراج العالميه موجوده، لا، احنا عندنا اذا كان الناس ما تعرفش احنا عندنا حوالي 28 برج بيتبني، هيخشوا فيهم بعض من اكتر الفنادق اللي موجوده عالميا. مساء الخير، انا شيف عبد العليم احمد، شيف عمومي احدى فنادق الساحل الشمالي. احنا نوعيه الجست اللي عندنا يعني جست عربي وجست مصري، فبناء عليه بنختار لهم اطباق مختلفه ما بين الاطباق الشرقيه وشويه من الغربي بس مش كتير، عشان حاجه تناسب الاذواق كلها. وبندخل حاجه بسيطه من الايطالي، فبناء عليه احنا بنختار منيوهات مشكله او ميكس منيوهات تناسب كل الأذواق، لأن احنا بيجيلنا برضو بعض الأجانب، ودلوقتي الساحل الشمالي بقى يعني وجهة العالم كله، وكمان الدولة بتدعم الكلام ده، وفي كم هائل من البروجرام السياحي في الساحل الشمالي. فعلا هي أرض عالمية على أرض مصرية، فاحنا يعني بنتميز بكمان المناخ بتاعنا جميل جدا ورائع وهادي جدا، وكل شيء متاح من وسائل الراحة. البوفيه عندنا بيتنوع، ممكن كل يوم منيو شكل مختلف تماما بالأصناف كلها، كل الأيتمز مختلفة. بنختار منيوهات غربية شوية معاها ميكس شرقي، شوية معاها ميكس خليجي حسب نوعية الجست اللي بيجي لنا، اللي احنا بنبقى عندنا خطة مسبقة
للتشغيل وبنعمل على ذلك. وبناء على كده كمان احنا بنشتغل بتقنية عالية جدا من سلامة الغذاء والهيجين والهصب وكل الكلام ده. التيم اللي معايا والتيم اللي موجود في الساحل الدولة بتعمله تدريب كامل جدا للهصب وسلامة الغذاء والهيجين. فبناء عليه بنقدم حاجة عالية جدا تناسب كل الأذواق وترضي كل الناس وترضي كل الجست اللي جاي لنا من أنحاء العالم. نوعية الجست اللي عندنا جست مصري وجست عربي وجست أجنبي، بس النسبة الأغلبية عربي ومصري. بنعمل بوفيهات غربية لأن احنا بنتميز بالكلام ده، وعندنا بوفيهات انترناشونال. بوفيه الانترناشونال بيجمع ما بين شرقي وخليجي وغربي، فبناء عليه يعني مش لأن لو الجست اللي عندنا كله غربي بنعمل منيوهات غربية كاملة. نروح بقى لمدينة الجلالة. مدينة الجلالة الناس كلها بقى الموجودين في القاهرة يعني ما فيش فرد كعب ساعة ساعة ونص تبقى في مدينة الجلالة، ما هيش البعيدة قوي. مدينة الجلالة واحد من المشروعات التنموية القومية المصرية، بيشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة طبعا القطاع المدني والقطاع الخاص. بيشتمل المشروع على مدينة الجلالة جامعة الجلالة، منتجع سياحي بيطل على خليج السويس، بالإضافة كمان لطريق هضبة الجلالة وطريق العين السخنة الزعفرانة. مشاريع كتير جدا اتعملت، لكن خلينا نتكلم انه منتجع الجلالة السياحي بيقع زي ما قلنا على خليج السويس، منطقة راس ابو الدرج، على مساحة 1000 فدان. بيضم المنتجع فيه فندقين كبار جدا جدا، واحد فيهم جبلي والتاني ساحلي، يعني واحد فيهم على البحر والتاني على الجبل. في يمكن 300 غرفة، 40 شاليه. الساحلي بيضم 300 غرفة برضو، 60 شاليه، لجانب غرف وأجنحة مختلفة كتير. خلينا يعني نستعرض فكرة مارينا اليخوت، لأن يمكن الرئيس كمان اتكلم عليها بشكل يعني أكتر من مرة، أنه زي ما قلنا المارينا واليخوت دي في العالم كله هي أكثر سياحة للأغنياء واكثر سياحه بتدخل دخل كويس جدا جدا للبلاد. لان زي ما قلنا ايجار انه اليخت يفضل بايت ليله على المارينا ده اصلا بيدفع فيه مبالغ كبيره جدا. اليخوت نفسها متنفذه ممكن توصل مليار دولار، او يعني مش عايزين نبالغ بس توصل ارقام رهيبه جدا من الدولارات علشان يعمل يخت، لانه بيبقى يخت فاره معمول بقى في بعض الاحيان بالذهب او بمذهب، ويعني بيبقى مجهز بأحدث تقنيات تكنولوجيا عالية جدا. فاليخوت دلوقتي في تسابق ما بين رجال الأعمال على مستوى العالم والأغنياء إن هم يعملوا. فلما نقول إنه هيبقى الجلالة فيها مارينا لليخوت هيبقى مجهز والحقيقة ممتاز جدا، وابتدى فعلا تشغيله وهيبتدي يحقق نجاحات. بس احنا ناقص بقى إن احنا نعمل تسويق، وناقص إن الموضوع مش مارينا ويخوت فقط، الموضوع أوسع من كده بكتير. بنتكلم على الشباك الواحد، لأن الناس دي ما هيش نازلة علشان تعمل مجهود وتعمل تصريح وتعمل ورق، بيبقى عندهم ناس تعمل ده بس ما عندوش وقت كمان يقعد يتاخر. المنطقه نفسها بقى بتاعت المارينا لازم تبقى مجهزه باحدث الوسائل، تبقى مجهزه بمطاعم شيك جدا غاليه جدا مشهوره على مستوى العالم، مجهزه بانه يبقى عارف يتمشى في وسط الناس وبيقضي وقت كويس. موضوع المارينا ده موضوع كبير قوي قوي وعايز دراسه جامده جدا، الموضوع مش بسهوله اللي احنا متخيلينها. لكن هي كبرى الشركات العالميه بتنفذه عشان يستوعب اكتر من 300 يخت. تم البدء في مشروع المنتجع السياحي كمان، بتعمل منتجع سياحي رهيب من 2015 بيشتغلوا فيه، ولغايه دلوقتي ابتدى يبان معالمه وابتدى يشتغل. كمان مشروع الجلاله فيه حمام سباحه مساحته 400 متر او الكومباوند ده 400 متر، وبيضم نافوره راقصه في مدخل الفندق، جراج واسع بيستوعب 400 سياره وغيره فيما يخص هذا المنتجع السياحي اللي برده هيبقى منتظر ان هو
هو يبقى بيحقق إيرادات كبيرة جدا في مدينة الجلال.